السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المحاضرة رقم 2 في كورس Continuum Mechanics، وفي المحاضرة رقم 2 احنا لسه بنتعامل مع الجزء الاول اللي هو Introduction to Cartesian Tensor. وفي المحاضرة رقم 2 عايزين نعرف Rotation of Coordinate System اللي بيحصل فيها. المحاور الأساسية للمحاضرة بتتركز على rotation of boundary of coordinate system، rotation of coordinate system، rotation about z axis، transformations laws، we solved some examples. دول أربع محاور أساسية. Rotation of coordinate system، أي coordinate system x y z زي ما اتفقنا هنسميها x1 x2 x3 اللي هي المحاور x1 و x2 و x3. فأي جسم موجود في الفراغ محتاج أنسبه إلى ثلاث محاور أساسية بثلاث متجهات أساسية e1 و e2 وإيه ثلاثة. ثلاث محاور دهيات بتبقى ثابتة المقدار وثابتة الاتجاه إذا كنا بنتعامل مع إحداثيات كارتيزية، لأن الأمر هيختلف لو كنا بنتعامل مع إحداثيات أخرى. هدور المحاور في اتجاه يصنع زاوية مقدارها سيتا مع أي محور. ثلاث محاور هيدوروا حوالين نقطة الأصل، وبالتالي المحاور الجديدة هتصبح x1 داش، سوري هنغير اللون، x1 داش، x2 داش، و x3 داش، ومعاها e1 داش، e2 داش، e3 داش. ديت محاور إحداثيات، دي عبارة عن محاور متجهات وحدة أساسية. هعرف بيتا اي جي هي عبارة عن الاي اي داش حاصل ضرب اتجاهي للاي جي. يبقى متجه الوحدة الأساسي في اتجاه المحاور الجديدة حاصل ضرب قياسي متجهات الوحدة الأساسية في المحاور قبل الدوران، عرفها على انها دايركشن كوزاين للكوزاين اكس اي داش كوما اكس جي، بمعناها بمعنى كوزاين الزاويه المحصوره ما بين المحور الجديد والمحور القديم، او المحور بعد الدوران والمحور قبل الدوران. طيب الدايركشن كوزاين دي هعرفها ازاي؟ بيتا واحد واحد هي عباره عن كوزاين الزاويه ما بين الاكس واحد داش والاكس واحد، اكس واحد داش والاكس واحد. بيتا واحد اتنين هي عبارة عن كوزين الزاوية ما بين الاكس واحد داش والاكس اتنين، وبيتا واحد تلاتة هي كوزين الزاوية ما بين الاكس واحد داش والاكس تلاتة. هتلاحظ ان الاكس واحد داش عملت تلات زوايا مع المحاور القديمة اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة. نفس الكلام، يبقى انا كده عندي تلات محاور، تلات زوايا هي بيتا واحد واحد، بيتا واحد اتنين، بيتا واحد تلاتة. نفس الكلام لو انا اخدت اكس اتنين داش والزوايا اللي بتعملها مع اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة هيديني بيتا اتنين واحد، بيتا اتنين اتنين، بيتا اتنين تلاتة. لو احنا بصينا للرسم ادي اكس اتنين داش الزاوية مع الاكس واحد داش اهي، مع الزاوية مع الاكس 2 داش، مع الاكس 2 اهي، الزاوية مع الاكس 3 اهي. طبعا ديت اللي هو خارج من السبورة، اكس 1 خارج من المستوى او العمودي على المستوى. لو انا اتعاملت مع الاكس 3 داش هلاقيه بيعمل ثلاث زوايا مع الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3، هسميهم بيتا 3 1، بيتا 3 2، بيتا 3 3. لو انا بصيت للرسم اكس 3 داش مع الاكس 1 هي الزاويه الخارجه،
اكس 2 3 داش مع الاكس 2 اللي هي الزاويه دي، واكس 2 3 داش مع الاكس 3 اللي هي الزاويه دي. اذا بيتا اي جي هي عباره عن 9 عناصر او 9 زوايا، بيتا 1 1، بيتا 1 2، بيتا 1 3، بيتا 2 1، بيتا 2 2، بيتا 2 3، بيتا 3 1، بيتا 3 2، بيتا 3 3. محدش قال لي بيتا 1 2 وبيتا 2 1 العلاقه ما بينهم، ومحدش قال لي العلاقه بين بيتا 1 3 وبيتا 1 3 1 العلاقه ما بينهم، بيتا 3 2 وبيتا 2 3 العلاقه ما بينهم. ده اللي احنا هنشوفه بعدين. هجمع كل ده في الشكل التالي: البوزيشن فيكتور اي نقطه موجوده في المستوى هعبر عنها باكس 1 واكس 2 واكس 3، متجه الموضع هسميه ار اكس اي في اتجاه الاي اي، منسوبه الى محاور الاحداثيات الكارتيزيه، والاي اي هي متجهه الوحده الاساسيه في اتجاه الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3، دي متجهات وحده اساسيه طولها واحد. لو انا دورت المحاور بالشكل ده اصبح اكس 1 داش، اكس 2 داش، اكس 3 داش بالشكل ده، نفس النقطه بقت اكس 1 داش، اكس 2 داش، اكس 3 داش، وبالتالي اقدر اسمي متجه الموضع ده هو نفس متجه الموضع لان الدوران حوالين نقطه الاصل. هسميه اكس اي داش اي اي داش. طيب الاي اي داش ديت هي عباره عن اي اي داش في اتجاه واحد، هنا ده واحد، وهنا اي 2 داش، وهنا اي 3 داش. اذا المتجه ار اكس اي 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 والمتجه اكس اي داش اي اي داش، عايز اجيب العلاقه ما بين اكس واكس اي داش. فهضرب المعادله الاولى اللي هي ده اهي، والمعادله الثانيه اللي هي دي في اي جي اي جي داش. لما اضرب هنا هيبقى ار دوت اي جي في اكس اي اي دوت اي جي، يبقى انا ضربت في اي جي داش اي جي المعادله الاولى. طيب من تعريف الكرونيكال دلتا يبقى ار دوت اي جي تنزل زي ما هي، اي اي دوت اي جي هي دلتا اي جي. طيب دلتا اي جي وظيفتها ايه؟ هتحول لي الاكس اي الى اكس جي، دي العلاقه رقم 3. تعالى هنا المعادله رقم 2 هضربها دوت في اي جي داش، يبقى ار دوت اي جي داش اهي، وهنا اي اي داش دوت اي جي داش، الضرب هنا في الاحداثيات المتدوره، فاي اي داش دوت اي جي داش هي دلتا اي جي داش. دلتا اي جي داش هتدخل على دلتا على اكس اي داش، هتدي حولها لي الى اكس اي. طيب هعمل نفس الحكايه دهيت لكن هعكس دولت، هضرب المعادله رقم 1 والمعادله رقم 2 في اي جي داش واي جي، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الار دوت اي جي داش اكس اي زي ما هي، اي اي دوت اي جي داش اهي، ايه اللي هيحصل؟ دي هكتبها كده اي جي داش دوت اي اي، عشان اروح ابص على التعريف ده ان بيتا اي جي هي اي اي داش دوت اي جي. اذا اكس اي هتنزل زي ما هي، اي جي داش دوت اي اي هتصبح بيتا جي اي. هروح استبدل ار دوت اي جي داش من العلاقه رقم 4 ده، هتبقى اكس جي داش. تعالى هنا ار دوت اي جي، انا هضرب في اي جي المعادله رقم 2، يبقى اكس اي داش في اي اي داش دوت اي جي، ده اللي هو بيتا اي جي.
و r dot e j هستبدلها من هنا ب x j. اذا x j بيساوي بيتا i j x j x i داش. بص على المعادلة رقم 2 والمعادلة رقم 3 x j داش بتساوي بيتا j i x i. يبقى انت عبرت عن الكميات القياسية الموجودة في محاور الإحداثيات المدورة بدلالة الإحداثيات الكارتيزية بدلالة الكميات القياسية في الإحداثيات قبل التدوير. هنا انت عبرت في المعادلة رقم 3 انت عبرت عن الكميات القياسية اللي في الإحداثيات القديمة بدلالة الكميات القياسية في الإحداثيات الجديدة. الإحداثيات القديمة هي الإحداثيات اللي احنا بدأنا بيها، والإحداثيات الجديدة هي الإحداثيات اللي احنا دورناها. طيب مطلوب مني أجيب العلاقة ما بين الـ XIJ داش والـ XJ. XJ داش بتساوي بيتا جي اي اكس اي. لو انت بصيت هنا انا ببدأ بايه؟ XJ داش يبقى الجي لازم يجي الاول في البيتا. هنا الوضع مختلف، XJ الاندكس جاي فين؟ في رقم 2. لو احنا قدرنا نثبت ان بيتا اي جي هي نفسها بيتا جي اي، فده هيسهل لنا الامور ومش هيتعبنا ومش هنخلينا ناخد بالنا مين يجي في الاول، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. اكس جي داش بيساوي بيتا جي اي اكس اي، والاكس جي بيساوي بيتا اي جي اكس جي اكس اي داش. انا عايز اشيل الاكس اي دهيت واحط بدلها دي. اذا لازم اغير الاندكس المتشابه. يبقى اذا انا هحتفظ بالجي، عايز اخليها اي. تمام، الجي هنا عايز اخليها اي، والجي والاي جي اخليها اي. وليه اخلي جي اي؟ عشان انا عايز الاي هنا، الاكس اي بتاعتي هنا. طيب انا خليت الجي باي، يبقى الاي خليها كي، هتصبح اكس اي هتساوي بيتا كي، والجي هتبقى اي، والاي هتبقى كي داش. روح عوض بيها فين؟ هنا. يبقى اكس جي داش بتساوي بيتا جي اي، بيتا كي اي اكس كي داش. لاحظ بقى ان هنا اكس جي داش اكس كي داش انا عايز اجيب علاقة ما بينهم، فممكن اقول ان ده هيساوي دلتا جي كي اكس كي داش هتساوي بيتا جي اي بيتا كي اي اكس كي داش. رياضيا المفروض ان ناخد ده الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يبقى بيتا جي اي بيتا كي اي اكس كي داش ناقص دلتا جي كي اكس كي بتساوي صفر داش. طب الحكايه دي انت عملتها ازاي؟ الدلتا
لما تدخل على العنصر او الرمز وفي عنصر اندكس متشابه يبقى ده يلغي ده، يروح مديني ده تاني. يبقى انا ما عملتش حاجه، انا دخلت دلتا بتعمل حاجه بسيطه لو استخدمت تاثيرها ترجع لي الاصل تاني، فانا ما عملتش حاجه رياضيه غلط. هاخد اكس كي داش عامل مشترك تبقى بيتا جي اي تيتا كي اي ناقص دلتا جي كي في اكس كي داش بتساوي صفر، كميتين حاصل ضربهم بيساوي صفر. يبقى يا اما الاكس كي داش بتساوي صفر يبقى النقطه موجوده عند نقطه الاصل وده مش تبعنا، يبقى ده ايه ده يعني مش مقبول. اذا بيتا جي اي بيتا كي اي ناقص دلتا جي كي هو اللي بيساوي صفر. اذا اقدر اقول ان بيتا جي اي، هنوصل لخاصيه مهمه جدا، بيتا كي اي بتساوي دلتا جي كي. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان انت حاصل ضرب المصفوفه ومدورها بيطلع بيساوي دلتا اي جي. لو انت بصيت ل البيتا اي جي دهيت، البيتا اي جي اللي احنا جبناها ده دي بسميها الروتيشن ماتريكس، دي بسميها روتيشن ماتريكس. اذا انا قدرت اوصل للعلاقه دي ان بيتا جي اي في بيتا كي اي بيساوي دلتا جي كي. طيب تعالى بقى نشوف العلاقه دي معناها ايه وايه الفوائد الرياضيه اللي احنا هنستخدمها في الماتريكس فورم. ده معناه ان بيتا جي اي في بيتا كي اي بيساوي مصفوفه الوحده اهي، لان ده هو مدور المصفوفه دي، ده هو مدور المصفوفه دي. اذا العلاقه ما بين الكميات القياسيه في الاحداثيات القديمه والاحداثيات الجديده اقدر اكتبها في صوره مصفوفه بالشكل ده. جبتها منين دي؟ لو انت فكيت اكس جي داش بيتا جي اي، اكس اي هتديك بيتا واحد واحد، بيتا واحد اتنين، بيتا واحد تلاته. طيب لو انت فكيت العلاقه دهيت وعملت سميشن على الاي هتديك العلاقه دي، ولو انت شلت دي ورحت حاطط ديت مكانها بالشكل كده كده هيبقى بيتا واحد واحد، بيتا واحد اتنين، بيتا واحد تلاتة، بيتا اتنين واحد، بيتا اتنين اتنين، بيتا اتنين تلاتة، بيتا تلاتة واحد، بيتا تلاتة اتنين، بيتا تلاتة تلاتة. كل ده ترانسبوز هيطلع بيساوي ايه؟ في اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة. طبعا ده مع ده هيديك ايه؟ مصفوفة الوحدة، هيديك مصفوفة ده اللي احنا عملناه في السلايد الاولانية خالص. طيب الجزء الثاني روتيشن اباوت زد اكسس، انا هدور حوالين محور الزد اللي هو المحور، يبقى الدوران هنا في المستوى اكس واحد واكس اتنين وي واحد داش واحد واي اتنين، دي محاور منتجات الوحده الاساسيه. هدور تبقى اكس واحد داش واكس اتنين داش واي واحد داش واي اتنين داش هي منتجات الوحده الاساسيه، وزاويه الدوران هي سيتا. فنقدر اعبر عن الاي واحد داش بقواعد التحليل العادية خالص، اي واحد داش هحللها في الاتجاه ده تبقى كوزين سيتا في اتجاه الاي واحد، وحللها في الاتجاه ده تبقى اي اتنين داش ساين سيتا في اي اتنين. اي اتنين داش اللي هو ده هحلله في الاتجاه ده كده وفي الاتجاه ده، هتبقى ناقص ساين سيتا في اتجاه الاي واحد وكوزين سيتا في اتجاه الاي اتنين. الاي تلاتة هي نفسها بواحد،
مفيش دوران للاي واحد. عشان احول اكتبها في صوره ماتريكس يبقى اي واحد داش اي اتنين داش اي تلاته داش كوساين ساين صفر ناقص ساين اللي هي المركبه ده اهي كوساين اللي هي المركبه دي صفر وصفر صفر واحد في الاي واحد والاي اتنين والاي تلاته. لما انت تحب تجيب الانفرس بتاع المصفوفه ده اهي الانفرس بتاع المصفوفه دي هو عباره عن ان انا هغير ده مع ده واغير الاشاره الناقص يبقى الناقص تطلع فوق هنا يبقى انا اي واحد اي اتنين اي تلاته هجيبها بدلاله الاي واحد داش والاي اتنين داش والاي تلاته داش هتطلع المصفوفه دي. بيتا جي اي اللي هي مصفوفه الدوران دي بيتا كي اي اللي هي مصفوفه الدوران دي عايز اثبت بقى ان حاصل ضربهم بيساوي مصفوفه الوحده. لما تضرب بيتا جي اي لما تضرب ده هنا هيديك كوزاين تربيع ساين تربيع بواحد لما توزع هنا كوساين ناقص ساين ساين في كوساين بصفر لما تضرب ده هنا هتديك ناقص ساين كوساين كوساين ساين تدي صفر ولما تضرب ده هنا يبقى ساين تربيع كوساين تربيع تدي واحد وده لما تضربه هنا لما تضربه هنا هيديك واحد. اذا بيتا جي اي بيتا كي اي بتساوي مصفوفة الوحدة اللي هي الايدنتيتي دلتا جي كي. ده معناها ايه؟ معناها ان مصفوفة الدوران دي بتبقى اورثوجونال ماتريكس او اورثوجونال ماتريك او اورثوجونال نورمال. الانفرس بتاعها بيساوي الترانسبوز بتاع المصفوفة الاصلية. طيب اللي احنا هنستنتجه من الكلام ده ايه بقى بعد ما حولنا الاحداثيات وجبنا مركبات المتجه في الاحداثيات القديمه بدلاله المركبات في الاحداثيات الجديده او عملنا الانفرس جبنا المركبات بتاع الخاصه بالاحداثيات القديمه بدلاله الاحداثيات الجديده. يعني حولنا من احداثيات قديمه لاحداثيات جديده او من احداثيات جديده الى احداثيات قديمه وقدرنا نعبر عن الكميات القياسيه باستخدام مصفوفة الدوران. طيب دلوقتي عايزين نعرف حاجة اسمها ترانسفورميشن لو. السكيلر ما بتتغيرش. السكيلر هي سكيلر في أي إحداثيات. يبقى عدد موجود في أي إحداثيات. فالفاي داش هي مركبات السكيلر أو قيمة السكيلر في الإحداثيات المدورة هي نفسها قيمة السكيلر في الإحداثيات اللي مش مدورة أو الإحداثيات القديمة. وبالتالي بقول عليها تنسور from zero rank او tensor from zero order. يبقى اذا نقدر نعرف التنسور على ان هو كميه قياسيه لها مقدار عشان نعينه متجه لمقدار واتجاه. التنسور بقى يتعرف ازاي؟ مقدار واتجاه وليه قانون يخضع ليه، بمعنى اني اقدر اعين مركباته في اي احداثيات اخرى. اي كميه تحقق هذه الثلاث شروط فبسميها تنسور او بسميها ممتدات. الفيكتورز هو عباره عن اي اي داش بتساوي بيتا اي ار اي ار، فده بسميه تنسور فروم فيرست رانك. هنا في اندكس واحد يبقى فيرست اوردر، هنا ما فيش اندكس يبقى زيرو اوردر. طب لو انا عايز اعكس يبقى اي ار جي، اي ار بتساوي بيتا ار ام اي ام داش. طب هتفرق معايا كتبت الار الاول ولا الام الاول؟ لا مش هتفرق، لان البيتا اي جي هتبقى اورث نورمال ماتريكس عاديه خالص مفيهاش مشكله. يبقى الفيكتور هو عباره عن تنسور من الفيرست رانك. اي اي جي داش بيساوي بيتا اي كي، يبقى الاندكس الاول اي هيتحط في بيتا اي كي، والتنسور الثاني الاندكس الثاني بيتا جي هيبقى بيتا كي ال، والعناصر الجديده للمتجه او الماتريكس اي كي ال. يبقى ده قانون تحويل تنسور فروم زي سكند رانك. ده في اثنين اندكس فده بسميه سكند رانك اللي هو يمثل ايه؟ المصفوفة. طب لو انا عايز اجيب اي اي جي من غير داش هتساوي بيتا اي ام بيتا جي ان اي ام
n. طيب ال higher order tensors او ال higher order dimension a i j k dash هتساوي بيتا اي ار بيتا جي اس بيتا كي تي اي ار اس، فده بتسميه تنسور فروم ثيرد رانك، وطبعا دول مش موجودين. لو انا عندي تنسور من الفورث رانك سي اي جي كي ال، وده اللي احنا هنستخدمه في نظريه المرونه، هيبقى عندي 4 بيتا اي جي كي ال. حط بقى هنا ام ان B Q C M N B Q. طيب عدد مركبات التنسور احدده ازاي؟ لو انا عندي في الماتريكس A I J 2 اندكس، عدد مركباته هتبقى كام؟ ال I وال J بتساوي 1 و2 و3، يبقى كام عنصر؟ 3 اندس 3 نمبرز، الاي والجي بتاخد 3 نمبرز، اذا يبقى العدد ده 3 اس 2 هيديني كام؟ 9 مركبات في المصفوفه، يبقى المصفوفه فيها 9 كومبوننت. طب لو عندي تنسور من الرانك الثالث اي اي جي كي، والاي والجي والكي عدد المركبات بتاعته من 1 ل 3، إذا هيبقى 3 أس 3 بتساوي 27 كومبوننت، يبقى ده 27 كومبوننت. طب لو عندي تنسور من الرانك الرابع اللي هو ده، عدد المركبات بتاعته هتبقى 3 اللي هو الرينج بتاع الإندسيز، في عدد الإندسيز هيساوي 81 كومبوننت. إذن أقدر أقول number of components لأي تنسور بيساوي range of index أو indices في number of indices. ديت ملخص لقوانين تحويل التنسورز من الفيرست رانك، من الزيرو رانك اللي هو السكيلر، الفيكتور اللي هو الفيرست رانك، ماتريسيز اللي هو السكند رانك، ثيرد رانك اللي هو الاير اوردر تنسورز، والفور اوردر تنسور. طيب تعالى نثبت بقى، ناخد امثله محلوله، عايزين نثبت ان دلتا ار جي كي ده تنسور من الرانك الثاني. ليه تنسور من الرانك الثاني؟ علشان في اثنين انديسيز، عشان في اثنين انديسيز. لما تدور الكمية القياسية في الاحداثيات القديمة والجديدة والاحداثيات الأصلية والاحداثيات المتدورة ما حصلش تغيير، فدي بسميها invariant غير متغير. المسألة الأولى عايزين نثبت ان دلتا اي جي دي تنسور من الرانك الثاني. ليه تنسور من الرانك الثاني؟ علشان فيها اثنين indices، فيها اثنين indices. طيب دلتا اي جي داش اللي هي المركبات الجديدة بتتحول ازاي؟ هتبقى بيتا اي بيتا اي دلتا، سوري دي جي، هنا ام ان دلتا ام ان، ده قانون التحويل. طيب تعالى بقى نستخدم وظيفه الدلتا. الدلتا وظيفتها ايه؟
فيها ام هنا وام هنا وان هنا وفي ان هنا، يبقى هتصبح تيتا اي ام في دلتا ام ان في بيتا جي ان، دي هتساوي دلتا اي ان في بيتا جي ان، هتساوي الاندكس ده هو نفس الاندكس ده هيديني دلتا اي جي. اذا دلتا اي جي داش هي نفسها دلتا اي جي. اذا في الحالة ده هي بقول على دلتا اي جي بقول عليها ايزوتروبيك تنسور، لان المركبات بتاعته ما اتغيرتش بتغيير الاحداثيات. دي طريقة اقدر اثبت الكلام ده بطريقة تانية. لو انا دورت الاحداثيات بتاعتي اكس واحد واكس اتنين الى احداثيات جديدة خالص اكس واحد داش اكس اتنين داش وزاوية الدوران سيتا، يبقى بيتا اي جي انا ادور حوالين نقطة الاصل هتبقى كوساين سيتا ساين سيتا زيرو، وهنا ناقص ساين سيتا كوساين سيتا زيرو 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 واحد، دي مصفوفة الدوران، ودلتا اي جي بتساوي واحد زيرو 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 واحد زيرو 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 واحد. يبقى انا عندي فقط ثلاث مركبات عايز اعينهم اللي هي دلتا واحد واحد داش هتساوي، انا عندي دلتا اي جي في الاحداثيات اكس واحد واكس اتنين، عايز الاكس واحد واحد داش في الاحداثيات اكس واحد داش والاكس اتنين داش. بيتا واحد واحد هتبقى بيتا واحد بيتا واحد دلتا، حط هنا اي او حط مثلا كي ال، وهنا هتبقى كي ال، تقدر تجمع على الكي، يبقى انا هجمع هتبقى بيتا واحد واحد دلتا واحد ال زائد دلتا بيتا واحد اتنين دلتا اتنين ال زائد بيتا واحد تلاتة دلتا تلاتة ال. خلي بالك في بيتا واحد ال بره عامل مشترك ما دخلناش، انت عندك بيتا واحد واحد اهي، بيتا اتنين اتنين اهي، بيتا تلاتة تلاتة اهي، بيتا واحد اتنين اللي هي ساين سيتا، وبيتا واحد واحد بواحد ده بواحد سوري بساين. تعال نوزع البيتا جوه، هتبقى بيتا واحد واحد بيتا واحد ال دلتا واحد ال زائد بيتا واحد اتنين بيتا واحد ال دلتا اتنين ال زائد بيتا واحد تلاتة دلتا تلاتة ال بيتا واحد ال، جمع على ال هتبقى بيتا واحد واحد بيتا واحد واحد دلتا واحد واحد زائد بعد كده ال هتبقى بيتا واحد واحد بيتا واحد اتنين دلتا واحد اتنين بصفر زائد بيتا واحد واحد بيتا واحد تلاتة دلتا واحد تلاتة بصفر. يبقى الحد الاول ده ادانا الثلاث حدود زائد الحد الثاني ده هيديني ايه؟ بيتا
واحد اتنين اللي هو الحد ده، بيتا واحد واحد دلتا اتنين واحد زائد بيتا واحد اتنين بيتا واحد اتنين دلتا اتنين اتنين زائد بيتا واحد اتنين بيتا واحد تلاتة دلتا اتنين تلاتة. ده بصفر وده بصفر زائد حد ده بيتا واحد تلاتة دلتا تلاتة واحد بيتا واحد واحد زائد بيتا واحد تلاتة دلتا تلاتة اتنين بيتا واحد اتنين زائد بيتا واحد تلاتة دلتا تلاتة تلاتة بيتا واحد تلاتة. ده بصفر عشان دلتا اتنين تلاتة بصفر، يبقى عندي فقط تلات حدود. الحد الأول أهو، حد تاني أهو، وهذا الحد التالت. هقدر أوصل إلى بيتا واحد واحد اللي هي كوساين تربيع سيتا في دلتا واحد واحد. الحد التاني بيتا اتنين اتنين اللي هي بيتا واحد اتنين بيتا واحد اتنين تربيع اللي هي دي ساين تربيع سيتا، وبيتا واحد تلاتة بتساوي صفر، هيطلع لي بيساوي ايه؟ واحد. اذا دلتا واحد واحد داش طلعت بتساوي واحد. اقدر اعمل نفس الكلام ده مع دلتا اتنين اتنين داش لازم تطلع واحد، دلتا تلاتة تلاتة داش ايضا لازم تطلع بواحد. كده يبقى انا اثبتت ان دلتا اي جي ده تنسور من الرانك الثاني، وفي خاصية جميلة جدا ان هو ما بيتغيرش، بسميه ايزوتروبيك تنسور. المثال رقم اتنين، عايز اثبت ان ايبسلون اي جي داش ايبسلون اي جي كي ده تنسور من الرانك. طبعا هو انا هنا مش كاتب الرانك الكام، بس انا عارف ان هو الرانك رقم تلاتة. ليه الرانك رقم تلاتة؟ علشان انا عندي تلاتة اندسيز في المصفوف في الرمز. اذا ده تنسور من الرانك ايه؟ التاني. ده تنسور من الرانك التالت، سوري من الرانك التالت. عشان نثبت ان هو تنسور من الرانك التالت انا عندي ست كميات فقط معرفة في الابسلون اي جي، اللي هي ابسلون واحد اتنين تلاتة بتساوي ابسلون اتنين تلاتة واحد بتساوي ابسلون تلاتة واحد اتنين ده بواحد، وعندي ابسلون اتنين واحد تلاتة بتساوي ابسلون تلاتة اتنين واحد بتساوي ابسلون واحد تلاتة اتنين بتساوي ناقص واحد، والباقي بصفار والباقي بصفار. فانا عشان اثبت ان ابسلون اي جي داش ابسلون اي جي كي ده تنسون من الرانك الثالث، اذا لازم يحقق العلاقة دي بيتا اي جي كي. تمام، هنا ام ان ال وابسلون هنا هتبقى ام ان ال. دي طريقة. لكن انا عندي ايضا
هحتاج بقى اجمع ايه؟ اخد مثلا ابسلون 1 2 3 داش هتساوي تيتا 1 ام بيتا 2 ان بيتا 3 ال ابسلون ام ان ال. جمع بقى على الام يبقى الام هتاخد من 1 لحد 3 الام هتاخد من 1 لحد 3. طيب لما تيجي تجمع على الان بقى لو انت خدت الام بواحد الام بواحد يبقى ال الان هتاخد 2 و3 ولو انت خدت الام باتنين يبقى الان هتاخد 1 و3 ولو انت خدت الام بتلاتة يبقى ال اللي هتساوي كام؟ يبقى ال ان هتساوي 2 1 و2. طيب انت كده اخترت الام 1 و2 و3 اذا اختياراتك للان تقلصت وبالتالي لو انت ال ال ايضا هتتقلص لو انت اخترت الام بواحد والان باتنين وتلاتة خلاص المسألة هتخلص ال ال هتبقى اختياراتها تتقلص ايضا ال ال اختياراتها هتتقلص انما انا اقدر اثبت بطريقة تانية ان ابسلون اي جي داش بالتجميع طبعا هقدر اوصل الى ان في الاخر خالص ان ابسلون 1 2 3 داش هي نفسها ابسلون 1 2 وكل ده بيساوي ايه؟ 1. انما ما اقدر اعرف ابسلون اي جي كي داش هي عبارة عن اي اي داش دوت اي جي داش كروس اي كي داش بالشكل ده وده اللي هو بيمثل لو انت قدرت تعبر عنها باستخدام المصفوفة الدوران هتبقى بيتا اي واحد بيتا اي اتنين بيتا اي تلاتة بيتا جي واحد بيتا جي اتنين بيتا جي تلاتة بيتا كي واحد بيتا كي اتنين بيتا كي تلاتة. إذن نفس الخاصية إبسلون آي جي كي داش هو نفسه إبسلون آي جي كي في الإحداثيات اللي من غير برايم. إذن ده تنسور from third rank وماله؟ وأيزوتروبيك تنسر بسميه ايزوتروبيك تنسر بسميه ايزوتروبيك تنسر. دي كانت نهاية المحاضرة شكرا جزيلا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة